محطات رئيسية مرت بها أفغانستان بعد الإعلان عن انسحاب القوات الأمريكية ليصل الأمر إلى مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد بعد وصول طالبان للعاصمة كابول. أهم هذه المحطات نستعرضها والبداية مع 14 من أبريل حين أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وأنه سيبدأ في أول مايو وينتهي في 11 من سبتمبر. ومع قدوم 4 مايو شن الطالبان هجوما كبيرا على القوات الأفغانية في إقليم هلمند جنوب البلاد وستة أقاليم أخرى على الأقل. وفي 11 مايو وصلت الطالبان لمقاطعة نرخ خارج العاصمة كابول. أما في 22 يونيو فشن الطالبان سلسلة من الهجمات في شمال البلاد بعيدا عن معاقلها التقليدية والتي كانت تكون في الأغلب في الجنوب. أما في 2 يوليو فانسحبت القوات الأمريكية بهدوء من قاعدتها العسكرية الرئيسية في أفغانستان وهي قاعدة باغرام. وفي 26 يوليو أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 2400 مدني أفغاني قد قتلوا أو أصيبوا في مايو ويونيو مع تصاعد القتال، وهو أعلى عدد من القتلى والمصابين خلال شهرين منذ بدء تسجيل أعداد الضحايا عام 2009. في 6 أغسطس أصبحت زارانج في جنوب البلاد هي أول عاصمة إقليمية تصل إليها طالبان منذ سنوات. وفي 13 أغسطس وصل الطالبان إلى 4 عواصم أقاليم أخرى في يوم واحد. أما في 15 أغسطس فدخل الطالبان العاصمة كابول وقصر الرئاسة لتسارع دول العالم في إجلاء رعاياها. أما في 16 أغسطس فدعا مجلس الأمن والتابع للأمم المتحدة دعا إلى تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان من خلال المفاوضات تكون موحدة وشاملة وتمثيلية تتضمن مشاركة للمرأة بشكل كامل وعلى قدم المساواة. هذا كما دعا المجلس المؤلف من 15 دولة عضوا والذي اجتمع لمناقشة الوضع في أفغانستان دعا إلى وقف فوري لأعمال العدائية وانتهاكات حقوق الإنسان وحث جميع الأطراف على السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عراقيل. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا للمحطات الرئيسية في أفغانستان منذ أبريل الماضي. شكرا لطيب المتابعة.